مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج طارق شو. احنا قاعدين طبعا خلاص قاعدين يعني على وشك يعني في الشهر الأخير، فنروح الأخبار على طول، ما نحب نودع احنا الأشياء ذي. التعليم تشدد على المعلمين في الأسبوع ما قبل الاختبارات. التعليم يحذر المعلمين من أي لفظ أو تلميح ممكن يقولونه يدعو الطالب إلى التساهل في الغياب في الأسبوع الأخير. يعني مو شرط تقولونهم أن الأسبوع الأخير غياب، بس إحنا عارفين أن الأسبوع الأخير خلاص عيالنا رسخ في روسهم أنه يسمونه الأسبوع الميت، فما أتوقع أن الطلاب جيبهم من جيبهم، فخلاص يعني ما يمدينا نغير شيء. احنا على ايامنا كنا نغيب اخر ثلث ربوع اذكر، لان خلاص ورانا اختبارين 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 ورانا اختبارات. لكن الحين هم نفسنا صح، يلا مو مشكله، ما كان عندنا اسبوع ميت والحين طلع اسبوع ميت، ذا موضه ولا افضل ما دام انه اسبوع مراجعه. انا بالنسبه لي يا طارق اخلي ولدي في البيت احسن، لانه يطلعون بدري، موضوع انه الساعة 11 طلعتهم، هذه الحالة تخلي الطالب يقول لك اروح 9 واجي 11 ولا اروح 8 واجي 11، هذه الحالة تخليهم يتساهلون. الخبر الثاني، المختصون يعارضون الشورى حول فحص المخدرات والمرض النفسي قبل الزواج، والشورى تؤيد وترفض التوصية ايضا. ليه؟ ليه ترفضون؟ أما فحص دم فئة عشان لا يطلعون عيال لا سمح الله في الدم الطابق ذا، بس وش ذنب العيال إذا طلعوا؟ إذا طلع الأب مريض نفسي ولا مدمن مخدرات، ولا الأم مريضة نفسيا ولا مدمنة مخدرات، وجو البزارين ورطنا، هي نفس المشكلة ترى. أما فحص عشان شيء معين، الفئة الدم تلتقي عشان لا يطلعون عندنا أبناء مشوهين أو تطلع مشاكل، أشوف أن نفس الموضوع لازم يشوفون له حل، لأن في الأخير الأبناء المتورطين في الموضوع الثاني. وفحص المخدرات اللي حطوا فحص مخدرات وفحص نفسي وفحص أمراض تناسلية وحطوا كل شيء، زواج ذا مو بلعب. وسببهم أنه تمثل عبء على المستشفيات، شفنا المستشفيات من بداية حلقاتنا المستشفيات فاضية، وش ذا التحليل بيشكل عبء؟ يعني في الأخير في بناء أسرة، ليش أحد ينغش من الطرفين؟ تستقعطون في أشياء يعني تافهة. نسينا مجلس الشورى يوم قاعد يوصي ببيض الحباري، العين وقفت على الزواج. يعني يعني مرض نفسي في الأخير بيودونه يتعالج ويبحلون، والعيال محرقين من الأمراض النفسية والتعامل السيء، وحق المخدرات نفس الكلام، فتجيبون انتو اثنين تحطون رؤوسهم بعد تبتلون خمسة. في اشياء يرفضونها غريبة. دراسة، خلنا بالدراسات، دراسة الشجار بين الازواج يطيل العمر، هذه الدراسة فاشلة. في ثلاثة ضحكوا، اعرف المعرسين من بعيد، المرتاح في حياته الزوجية اعرفه، لكن الحمد لله بلال مرتاح في حياته الزوجية، مروان مرتاح في حياته الزوجية، المخرج فرحان، احنا ترى نجتمع ونحل مشاكلنا مع بعض. كل واحد يشكي للثاني وينكب الثاني في رأيه. هذه مشكلة. لكن ما عمري شفت المشاكل تطيل حياة أحد، إلا تقصر العمر. تهاوش مع خويك، مع موظف عندك، مع موظفة، مع واحد تعرفه من الشارع، أخوياك في الاستراحة تهاوش معهم يجيك تكة، قولون وحالتك حالة. فما بالك في البيت مقابلها كل يوم تتهاوشون، ويجيك واحد راعي دراسة يقول لك تطيل العمر. حقها ما نبيها تطيل، نبيها تخلص. تسمي اي يعني في ملاحظات على المخرج، وانا المخرج اليوم اكتشفت ان المسعودي من الرجال اللي التكي، لا قال لك ترتكي لك على جبل، هذا الجبل، واني كنت مخدوع في اشخاص ثانيين في الفاصل.
حياك الله معنا بعد الفاصل. اليوم قضيتنا قضية من القضايا اللي أحبها أنا، اللي هي بطولات الدفاع المدني وشجاعة موظفين الدفاع المدني وعسكر الدفاع المدني. خلنا نشوف صورة الخبر. هذا طبعا يقول لك الدفاع المدني بدومة الجندل بعد عملية إنقاذ دامت لخمس ساعات لعامل طاح في القار. وروني صور عملية الإنقاذ. خلنا نشوف الصور. أول شيء صور عملية الإنقاذ بعد. هذول طبعا العسكر وموظفي الدفاع المدني والضباط ورجال الدفاع المدني كالعادة يتحملون أخطاء مي بأخطائهم. فأشوف أشكالهم من التعب اللي صار. هذا كالعادة زي ما قلنا الدفاع المدني يتحملون أخطاء مي بأخطائهم، ومع ذلك تلقاهم يشتغلون بروح لأن فيها إنقاذ روح، ينقذون حياة شخص. لكن إذا المشكلة، خلنا نشوف مقطع. السلام عليكم. اليوم بتاريخ 8/4/2019. الرجل داخل هنا بكر الصبح يرين غنم، دخل غنم ولا داخل تلزفلت، وما الرجل جاي يدخلها ما عرف يدخلها. الحين احنا نحاول علون الصبح نسحب ما بشي فايدة، تخاف تربطه وتسحب في سيارة في شي يموت. اتصلنا على الدفاع المدني، الدفاع المدني قال يجي ما قال. الحين شوفوا يا اخواننا ان شاء الله يجي الدفاع المدني. عاد احنا اتصلنا الحين بيجي لا تقلق. هذا بطبله في مكان شعيب، بدل ما يلقى مويه يلقى قار، راح هو الغنم ونشب الرجال، جاء الدفاع المدني عشان يطلعونه. طبعا من اللي حط القار؟ وش جاب القار هنا؟ ليه مرمي ما عليه لوح؟ ليه مو حاطين انتبهوا في قار؟ لما هذه كلها اسئله المفروض ان ما نسالها، لان تعودنا مقاول ولا اي شركه ولا من ذا الوايتات اللي فيها قار ولا السيارات حقت نقل القار، شاف مع زياده كبها وسرى، لان ما حد يقول له وين انت رايح. فنبغى نشوف من الاشياء المقاطع اللي تتكرر بسبب يا مقاولين يا شركات يا عالم، وبعدين ندور من المسؤول. شوف العالم كيف يجونك، شوف كيف يجون العالم، كهرب ما في كهرب، شوف كيف ينحدها، شوف كيف ينحد، شوف. هذا واضح انه قبله 10 سيارات، فالرجال قاعد يصور متكي. في اهمال من الشركات طبعا، بدون، لان لو هذا غرمته قيمه المشروع كامل. لكن اللي صدم بسيارته هذا الضعيف بيروح تكسرت سيارته، بيروح يشتكي، بيقعد يطارد، ودي محكمه، يجيب محكمه، راح مدري تقرير، جيب تقرير شرطه، غير انه يمكن انكسرت رقبته ولا انكسر ظهره، عاد شوف احد يوديله. في الأخير المقاول ما تفرق معه، نقام عوضه ب50,000 ولا 60,000. لكن لو دقينا المقاول ب100 مليون، 1.5 مليون على الإهمال، كل المقاولين يمشون زي كذا. نص شوارعنا حفر تسقط فيها سيارة، تلقاه حاطلك عليها ذا الحديدة مغطيها ومن كثر الدق راح ذي سقطوا الناس. اختراعات في الصبات. خلنا نشوف ثاني. هذا الشيء طبعا يبغى له شهرين تجي الشيء، أو خلوها للشمس تطق هذا الموية لما تنشف أبرك لهم. في شيء اسمه دينامو، في شيء اسمه ماطور، في شيء اسمه أي شيء يسحب الموية. لكن برضه مقاول، وش في أحد يلاحقه؟ في أحد يقول له ليش؟ في أحد يقول له كيف؟
جيب ذا الشاور كان يغرف يغرف يكب منه وتنزل مويه تروح منه يلا ونقعد طول يومنا. هذا المفروض نعطيه مباراة اختراع هذا كيف تفضي حفرة في المويه بأطول وقت ممكن يعني زي مو ملعقه بس انه كويس شاور عن الذمة والله. فنطلع فاصل. حياكم الله معنا بعد الفاصل. اليوم ضيفتنا مذيعة ومقدمة بحرينية بدت في التقديم 2008 وبعدين اتجهت للتمثيل 2014. معنا اليوم نسرين سروري. يا هلا مرحبا. منورتنا والله. النور نورك والله. الله يحفظك. شوفي لا تقول نور نور لاني عارف اني ظلام فما احب احد يمدحني وادري انه يمدحني ويلعب علي. لا لا صدق والله صدق. اي والله منور. طيب شرط ذمتي. طيب انت بديتي كمقدمه برامج. صحيح. حلو. وبعدين توجهت للتمثيل. خلنا نشوف لك شيء من التقديم وبعدين عندي سؤال لك. صح اوكي شوف. من بودانا؟ بودانا شخص سلك مجال السوشيال ميديا. شنو شعورك وانت تشوفينها؟ هو شعور حلو بس في نفس الوقت تحسين بخوف وبرهبه يعني. نسالف شوي عن اخر اخبارك قبل ندخل بالسيارات وغيره. اوكي ان شاء الله راح تنزل في شيء مشترك في الثلاث اشياء ذي. وش هي؟ شنو شنو شيء مشترك؟ السيارات. السيارات في نقطة انت دائما حركة تسوينها الا وهي تسألين الضيف بعدين ترجعين تقولين كذا اطالع الكاميرا للكاميرا تبتسمين الكاميرا يعني المصور ايش مهددته؟ لا بس لازم اطالع الكاميرا. لا كيف لا؟ اي لا اي لا الضيف قاعد يجاوب. ليش اطالع اطالع شوي وشوي اطالع الكاميرا يعني ما يصير شوي شوي هني اوزع النظرات. لا طب خلنا اعيد لك الفيديو عشان عشان توصل النقطه اكثر. نشوف. بدو انا شخص سلك مجال السوشيال ميديا. شنو شعورك وانت تشوفينها؟ هو شعور حلو بس في نفس الوقت تحسين بخوف وبرهبه يعني. نسالف شوي عن اخر اخبارك قبل ندخل بالسيارات وغيره. اوكي ان شاء الله راح تنزل والله جد تقولين تسألين السؤال ويروح الضيف بيجاوب وانت قال لك الكاميرا اذا طلعت الكاميرا. ما قد لاحظتيها ذي؟ لا تصدقت وانا لاحظها. انا ترى ادقق صح. طيب كيف تجربه برامج السيارات هذه اللي قدمتيه؟ شيء وايد حلو مو يوم يومين يعني. اول مره لي بالتلفزيون وعلى الهواء كان من السيارات من حلبة البحرين. حلو يعني شيء عشقه يعني احس روحي ما اقدر اقدم واعطي واقدم اي شيء ثاني كثر ما انا احب السيارات. طب حلو يعني اذا قال لك واحد نمره اثنين نمره عارفه يعني؟ لا اعرف شيء. عرفت البيرن اوت و يطلع مره واحده وريحه التواير. ليه هذا هذا شغل الشباب. في الاول لا ما ازعل لا ما ازعل انا وش اللي قال لنا. لا انا اقصد انه اذا ركب معك واحد انت تسوقين ما شاف خطك قال لك حطيها في نمره. اوكي شوف بالشارع اسوق بالعدل ماكو سرعه. السرعه في الحلبة فقط. طيب قد ركبتي ديتسن؟ شنو ديتسن؟ ديتسن ديتسن وينيت وينيت. اي ركبت بوينيت. وين الجلنط حقه تعرفين؟ ايه يمك. لا مو بيمك تحت كذا منه. وين؟ بس ما سكتها يعني كذا. لا راكبه وينيت جديد. طيب بعدين تركتي برامج السيارات او انه اتجهت التمثيل؟ لا ما تركت برامج السيارات بحكم انه انا كنت بالكويت وماكو عندهم كان حلبة ايامها. فما كنت ارجع البحرين اصور البرامج السيارات فكنت اقدم بس برامج مو سيارات برامج ثانيه شبابيه. اي اوكي هذا بس انه بدايه. احنا نتكلم عن السيارات الحين. توني جايك جايني. ها جايك شقحت انا جايك في الكلام. طيب بعدين رحت التمثيل. بعدين التمثيل. صحيح التمثيل. كيف تجربتك في التمثيل؟ حلوه حبيتها. حلو بس وقفت بعد اخر عملين وقفت. في عندنا احنا فيديو خلينا نشوفه. شوفه.
قلت لك اطلع برا واقفل الباب. عاد هذا اكثر عمل احبه. احنا يلا لقيناه هذا اللقطه الحين. والله بصين. لانه كان العرض حاصل على قناه معينه ف من كذا. اكثر عمل احبه اكثر عمل كان لهجته السعودي. سعودي إيه؟ هذا عمل سعودي اللي هو وجوه محرمه. مشت معك اللهجه حق النجديه؟ لهجه اهل الرياض. لهجه اهل الرياض اي نعم. صدق هذا كان اول عمل سعودي لي وهذا العمل اللي عرفني على الجمهور السعودي. حلو. اللي جد يعني حبيته وايد. طيب ممكن تكلمين لهجة أهل الرياض؟ نسيت. وش؟ صار الحين صورنا ب 2014. 14 15 16 17 18. خمس سنين. خمس سنين. أمه. بس يمديك حافظة شيء يعني ليش ذا؟ في ذا في ذاك. وش به؟ وش به؟ هذا حمادة قصيم ذي. لا والله. إيش تبغى؟ إيش تبغى ذا الحجاز؟ أوكي. اها عاد الحسا عشان عشان لا ما يطحن اذن الله يطعن الجنوب نبي الرياض اما اي كيف تقييمكم الموضوع صح ولا لا قولوا لي ساعدوني غششوني زين هذا منافق اي بنت تقول شيء يا بمشيها لك كل ادوارك او اغلب ادوارك اللي اشتغلتيها يكون يا دور زوجه ثانيه صحيح. يا دور بنت مراهقة. صحيح. طيب إيش تشوفين في يعني إيش تشوفين الأدوار اللي تصلح لك ولا أنت شايفة هذه مبسوطة بال؟ شوف أكثر دور حسيت إن أنا كان هو دوري نور في وجوه محرمة. حلو. أكثر دور حبيته وحسيت إن صدق أنا وشخصيتي كانت. طيب أقضب الباب أنا جاني خبر إنكم عدتوه من الظهر وأنت تصورون ما خلص إلا في الليل على أقضب الباب. صحيح. ما كنت أعرف أقول الكلمة. ما كنت عارفة أقول الكلمة. أقضب الباب. أقضب الباب إيه. أقضب الباب. أقضب الباب صحيح. وش معناها؟ يعني الحق الباب. هذول يحفظون ولا يشرحون؟ يحفظون ولا اقطع أقضب الباب اقطع المشهد خلاص مو لازم تعرفين وش يقضب الباب. لا يعني يقلب وجهه ويطلع برا. إيه بس شكرا. ما كذا خليك على طول على الطبيعة. ماشي. طيب وش سبب انك وقفتي عن التمثيل حاليا ويمكنك موقفه كل شيء الفتره ذي؟ لا عندي برنامجي ماشي اللي هو حلو. يوم السبت اخر حلقه عندي. جميل. برنامج اللي هو في السيارات حلو. تصويره بالبحرين وبالكويت بعد ما فتحنا الحلبه بالكويت عندنا. حلو. نعم. والتمثيل شوف بعد ما انا طلعت بوجوه محرمه لحد الان ما لقيت الدور اللي يستاهل ان انا اكمل فيه المسيره اللي مشيت عليها يعني. حلو. درب ال 10 مسلسلات عندك. اي نعم تقريبا 10 مسلسلات شغال. نعم. بس تصدق لحد الان الناس ما تعرفني الا من وجوه محرم. اي وجوه محرم انه كعمل سعودي. سعودي يعني كعمل. الباقي كلها اعمال كويتيه وكان عندي عمل واحد بحريني فقط وعندي عمل سعودي ثاني. طيب الاعمال الكويتيه اقوى من العمل السعودي. بس تصدق انا اللي خلاني اطلع حق الجمهور كان كم مسلسلات كان العمل السعودي. اي ممكن عشان صيدوا عليك كلمات انه يعني تعرفين احنا كيف الممثلات لما تجي بحرينيه ولا كويتيه ويشغلونها عمل نجدي فتعالي شوف الكلمات اللي تطلع تصيدوا عليك كل شيء بالباب يصيدون فيمكن تضرب. صحيح. ما ادري والله يعني هو تصيدوا عليه على كل شيء بس انه كل شيء والله انه تخيل يعني حتى تصيدوا عليه حتى على ما كنت انزل راسي اذا في فرق كانوا يقولون شوفوا الفرق حقها والله لا عندنا جمهور ترى مقناص. اي يعني كلوني اكل. لازم تعرفين جمهور السعودي، جمهور السعودي بس الحمد لله حبوني بالنهايه. اي هو انتقائي هو شوف ما يمشي شيء. ما يمشي شيء. يدقق في الصغير والكبير. طيب في عندك شغل معين؟ اساعدك؟ لا قاعد اعرف وين بنقل. اوكي. انت كيف طب يسمونك هايدي البحرين اظن. ولا البرنامج عندنا حاطينك ذا اللقب هايدي البحرين؟ تعرفين هايدي؟ اي هاي الكرتون لا؟ خلينا نشوف فيديو ذا. هذا اعلان جبل؟ ابغى اعرف ايش السالفه؟ استغربت هايدي البحرين شو
ريلاكس ريلاكس خلاص 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 صدق وش الفكرة؟ عتري أول ما قلت هايدي كان يروح بالي على طرابزون. إيه هذا وش هذا جبل نقزين؟ هذا الفيديو كان بديمير كابي بديمير كابي في طرابزون. أنت عايشة في تركيا طبعًا. تركيا. أنت بحرينية برامجها تطلع في قناة الكويت عايشة في تركيا. في تركيا. حلو. طيب. فكل فيديوهاتي اللي أصورها هناك دائمًا يقولوا لي هايدي في الحين يبالي إنه ليكون يقصد هناك. لا بنجيب لك فيديو ثاني معنا كذا على الجبل ما جاز لك فيه فيديو ثاني أحلى. لا تقول اللي مع البقر. لا لا واجد هذا مالك خلينا هذا. عاد في منه وايد بحسابي من هالفيديو كله معلقه بالحبل. اي بش السالفه؟ احلى شعور اصلا شفت الستريس اللي فيك بعد الشر اذا فيك ستريس ولا تعب هذا الزيب لاين والله شل الستريس من الحبل كله. يعني؟ اي طيب عادي حبل المشنقه يجيب الراحه صح؟ لا بس هذا حبل شيء انت معلق بالهواء والجو حلو وتحتك وادي لا يسمعون وجبال والله شعور والله العظيم بكره جايين بحبالهم رحمة عندك بس في الاخير قاعده توصفين في الاخير يوم جيتي صفقتي في الجدار يعني المفروض عندك خبره لا ما صفقت هذا النهايه لا طيب عندك خبره في الموضوع كان لازم احط ريولي بس انا كنت قاعده اصور فاظن انت ميل الحين كنتي اي هذا هو صح يا اخي بدخلك مجال تعترف سويها طيب يصير لك مشاكل دائما مع المخرجين تتشكين كثير مع طلعت شكاوي انا اتشكى من وين على شنو الا اذا يعانى لا فيلك وروني شكاويها استغرب من انسان يسمي نفسه مخرج والله مني انا مستحيل اسميه مخرج هذا هذا كان عمل مسرحي اشتغلت فيه بالبحرين وليومك هذا ما استلمت اجري عليه اليوم اخذت دراهم لحد الان ذكرتني في مسرحيه عندي شيكات بدون رصيد ابشر اوكي بس ما نسيت الدرت ذكرتني بدك على الرجال اشوف حساب اودع شيء ولا ما والله العظيم فهذا كان الفيديو على هالطاري ذكرتني بشيء زعلني خلاص نخلص الحلقه وندقدق على المحامين نشوف شنو صار بدوره طب كيف تشوفين متابعينك يحبونك شوف الحمد لله اكيد اي قاعد افكر لانه جتني فترة بعض الأحيان شوي يطلعون ما بين 1% شيء ما يحبوني بس بعدها يحبوني لما أرد عليهم. طب تردين شكين واحد دق سب قالك يا مدري إيش؟ أرد يعني عليه أرد عليه أقوله من ذوقك ما قصرت فهني خلاص يقلب. بالله كذا هي أنا مضيع حياتي أعطي مبلوك. ليه؟ طبعا الحين دخل واحد قالك أقول لك والله ما تعرف من تلبسين سروالك الأصفر مدري وش هو ذا اللي لابسته. وما ادري ايش وكره ومشجر وذا وش بتردين؟ يعني الحين انا اقول لك واحد فرضا وكتب ذا الكلام وش بتردين؟ عادي اقول له من ذوقك احط له ورده وجه مستحي بس ما طق بلوك تعلموا تعلموا عرجتنا بلوك وبلاغ وذا بلاوي لا اطق بلوك بحاله معينه اي حلو تتعصب لا ما اصب بسرعه انا بس في حاله معينه لما يتعدون الحدود الحمراء يغلطون شيء حتى ما تعرف تقول خطوط حمراء ما قد زعلت لا يعني زي ايش يعني لا ما يصير اقول لا يعني يغلطون في ناس يغلطون في الاهل لا يغلطون في الصفات اشياء يعني قليله ادب تكون اوفر 18 اوفر 18 عرفت فهني اطق بلوك لا مشيهم ان يكتبون كذا مشي لا هذول ما اقدر اخليهم انا بس احد يغلط علي لا بس عادي تمشي مع تشوف طيب خلينا نشوف فيديو قاعده اروح مطعم وقاعده اصور طبعا اخوي يكون على هات تمام قال شيء علي ويقولوا لي سموا بطنك ويدعون وما ادري شنو زقوا بطنك طيب اللي يدعي عليك اللي يدعي علي أقول له شكرا بعد
والله ما اطقهم بلوك. دب واحد يدي عليك وتدي تقول لك تبيني شكرا. شو اسوي بعد؟ شو اقول له؟ اقول له يعني ترد له الدعوه ما يصير حرام. ما جاء اوريك انستغرامي في 10,000 بلوك. ولا عمري قلت لواحد شكرا ولا عمري قلت لواحد يعطيك طاع بلوك. ليش يسبونك وايد؟ مو يسبوني واجد يعني عندي حول 200 وشوي تقريبا 10% المفروض 20 انا 5% نسبه عاديه اكسبهم ولا بيطلع في وجيههم. واحد يغلط بقعد استناه الى مكسبه. تدري اكثر وقت كنت احصل عليه سب وحكي مو حلو كان اول ما نعرض مسلسل وجوه محرمه. حلو. تعبت نفسيا والله. كنت شيء افتح التويتر وقت العرض وطايحين فيني ضغط وضغط طايحين شيء حكي وايد. كنت اتعب اقعد ابكي شو اسوي. يوم يومين ثالث حلقه قلت لا تدري شلون خليني ادش معاهم. إيه؟ يضغطوني اضغط نفسي وياهم. تضغطين تسبين نفسك مع اللي يسبون ولا تضحكين؟ اضحك معاهم يكتبون لي شيء مو زين اضحك مثلا على سالفه الشعر اقول زين ما حد قال لي يعني المفروض احد يقول لنا فرق اللي هني واصل اضحك معاهم. ترى تركي صح مرات التركي بكى تاثر على شنو؟ على الكلام اللي قاعد تقولينه. والله تصدق هذول لو كنت مخليتهم ان هم يضغطوني كان ما صاروا متابعيني. بالنهايه حبوني صاروا متابعيني. شفت شلون؟ والله اعرف واحد اي ودائما مثل على عندي هو بالعكس يستمتع اذا الناس سبته. اوكي. ينبسط اذا غث العالم. ينبسط اذا رفع ضغط احد. شوفي وجهه كيف وجهه ينور. هذا انت شكلك. لا انا والله مسكين عنده. انا طاح نص شعري من سبته. هذا كيف اتعامل معه؟ طالع وابتسم. اطالع وابتسم؟ طب طالعي وابتسمي. وينك مروان؟ مروان ونعم الرجل وانا احبه من الناس اللي على قلبي زي العسل. بس لا هو يسبك ولا يغلط عليك ولا رجل قمه بس يرفع ضغطك. هذا كيف تعملين؟ لان انت قاعد تعطينا الدروس. بارد انه ما عنده مشكله. ما كيف نتعامل مع مروان؟ من اي ناحيه يقهرك؟ يقهرني كذا. خليك انت دكتور نفسي الحين ببكر. لا في برود يعني ممكن انت معصب وانت كذا ومرتفع ضغطك وهو عادي قاعد. واذا يلك احد نفسي انا وانت معصب يطلعك ويبتسم. ليته يبتسم. ما وصلت هالفكره. بنعطيك دوره عندنا تقدين 3 حلقات. خلاص تتعاملين مع الشباب تشوفين. مروان ذا الحب مروان. انا اذا جاني ولد ما راح اسميه مروان. صادق صدق لا تسمي مروان. لازم ترد. انت لك حق الرد وترد. ليش تسوي فيني كذا؟ لا لازم تفهم هي ليش تسوي فيني كذا. والله احبك يا طارق. ها احبك يا طارق. شفت شلون؟ شفت مروان هذه هديه مني لك. هذا مروان عطوه. شوف تعرف اني حبيب وانسان تبي ثانيه حبيب. أبي مروان. ها مروان أحب مروان. تبي الديكور كله أعطتك إياه من قلب لأن قال أحبك من قلب. أول مرة أسمعها زي كذا. استحيت. استحيت. إي. نبي نهديك أغنية. سمعوني. نورتينا. النور نورك. شرفتينا. على راسي. وسمعت إنك طالبة من الشباب كبسة. إي والله من أمس من وصلت من المطار أبي كبسة لحد الآن ما لقيت كبسة. لا عبد الله من المغرب ويقول انك طالبه كبسه. دورت ما لقيت ما حد شيء. كل مكان كل ما دقيت قالوا لي وايد اسئله وايد قالوا لي ماكو. عقب ساعتين ما عندنا كبسه. احنا قولي اطلبي تشتبين. في عندنا مضغوط وفي مقلوبه. وهذا اللي ما فهمته. لا عبد الله. عبد الله بيضبط. عبد الله اسمع. نص حبه شوايه ونص حبه مضغوط وملوخيه ولا باميه؟ لا باميه. باميه وشطه واثنين لبن ودوها لها الاوتيل.
اوكي يا يعطيك العافيه. شنو اي رياضه ما اكل كبسه ما يصير؟ ها؟ اي رياضه ما اكل كبسه؟ لا لا ما عليك بيضبطون كل يوم. يلا بسرعه بقى حاره. تبغى فلفل؟ ما اكل فلفل. لا تحطون فلفل، بصل لحالك. ما احبه. بصل. ما احب البصل. ما تحب البصل، خلاص اللي قلناه. نورتينا. ما راح اقول لك النور نورك خلاص. الله يسلمك. نبي نهديك اغنيه وسعدنا فيك اليوم. سمعني. الله يلا حماده.